فين البرد ده يا جدعان؟ ما كنا خرجنا في الاوتيل وخلاص يا شام. احنا بقالنا 4 ايام بنخرج في الاوتيل يا شام، زهقنا. طب ما تروح تجيب العربيه عشان نركنها بعيد. لا يا حبيبي روح انت. مش قادر. لا يا معلم مش قادر. انسى، مش هتحرك من مكان هنا. يلا روح روح انت اللي راكنها وعارف مكانها. مش قادر. روح يا هشام وخلاص. الله يفهمي بقى. روح يا شيخ وانت طيب. خلاص خلاص. خد يلا. برينج ذا كار. الناس كلها في الشارع لابسه كده ليه؟ انا مش عارف يا عم، ده يوم رياضي عندهم ولا ايه؟ احنا كمان الصراحه لازم نلعب رياضه شويه. يا عم صباح الفل. مش قادر. نسيبها في نص الشارع كده ولا ايه؟ عادي يا عم، امان عادي. ده ايه الزهق اللي احنا فيه ده؟ تحبوا تقعدوا هنا ولا هنا؟ نقعد هنا يا عم ولا ايه؟ اي حاجه، المهم نقعد. يلا. التعب ده، انا جعان قوي يا جماعه. ما تقوم يا شيخ وتجيب لنا اكل. انا والله العظيم يا هشام جعان جدا، بس انا فعلا مش قادر اقول. ما تقوم يا فهمي تجيب لنا اكل. مش قادر. ما تقوم يا شيخ وتجيب لنا اكل. ما تروح انت عشان تجيب لنا اكل. مش قادر. في يا جماعه بصوا ايه ده؟ والله يا هشام مش قادر ابص اصلا. الناس كلها بتلعب رياضة هنا كده ليه؟ مش عارف والله العظيم يا شيخ. بص العجل ده حلو قوي، تعالوا نأجر عجل ونقوم نجيب أكل. عجل إيه يا ابني؟ أنت ناسي اللي حصل لنا قبل كده؟ الندى فهمي وتمد فهمي، والله ما قادر. بردان يا شيخ وبدف. ثلج يا عم، الناس هنا ولا حاسة بحاجة، كأنهم في يوليا عادي. ما تيجي نريح يا جماعه في اي كافيه ولا اي حاجه. لسه جاي من الاوتيل انت طبعا. ايه ده يا جماعه ده؟ الزحمه دي، تعالى شكلهم بيوزعوا حاجه. ايه ده؟ ماراثون؟ ماراثون. بقول لك ايه ده؟ بيقول لك المركز الاول 10,000 يورو، الثاني 7,500، الثالث 5,000. حلو يعني لو خدنا المركز اول ثاني 22,000 ونص. انا هاخد الثاني حجزه. انا الثالث. لعبتك بقى شيكو ال 10,000. انا اكيد هطلع. الطابور اصلا ده كل الناس عواجيز، ده احنا هنقزح. يلا يلا حضرتك شور هتجري معانا؟ يس. ده عقبال ما يحجز هيكون مات اصلا. هو شكله بيجري من حاجه اصلا. يلا يا معلم هنسابق بقى. ها اكسكيوز مي، اي حد ممكن يجري في السباق ده حتى لو شكله عامل كده؟ اني وان كان بارتيسيبيت؟ اوف كورس. اوكي طب عايزين 3 ماراثون. يو جيف اس نمبرز؟ اوف كورس. انا عايز رقم مميز. وانا مفيش ارقام تانية غير دي؟ في رقم 14 عندك؟ عشان هجري ناحية أنا اليمين. لا جزء. انا 14 بلعب في نص الملعب يا فاهم. انا هجري ناحية اليمين يا فاهم. في اني سمول نمبرز؟ سمول نمبرز. يس. واتس رونج وذ ذيس وانز؟ 2 4 7 14. انا 14. لا جاست 2. مش مجتمعين يعني كله. جاست 4. شيكو سألوا كده احنا هنقعد نجري لحد ايه يعني؟ نكسب ازاي؟ نوصل لايه؟ لا احنا هنقعد نجري لغاية ما ناخد الجايزة. لحد ما تمسك الجايزة. اوكي. اوكي خلاص وي ويل تيك ذيس. Take okay. those numbers. شيكو okay. فهمي هشام. اوكي. ثانك يو. اللي يسبق بقى ها؟ يلا. اوكي. Okay. يلا نجري؟ طب هات اي رقم. هات انا هاخد ده. في مصر دلوقتي بيلعبوا طاولة. اتقدم يا عم. اوعى بقى اتقدم. اوعى اتقدم وكفاية خلاص تتنسم. اقطرني والنبي اقطرني. ابص ايدك لو سمحت يا حاج. الشمس النور مش هيعطل مزور. طول ما الدنيا هتكون كرامب خلفية. ستوب اللعبة يا جماعة، ستوب اللعبة. انا مستقبلي ضاع. فهمي انا مش هقدر اكمل السباق. كمل انت وسيبني. اوعى تقول كده. زي ما بدانا مع بعض هنخلصه مع بعض. كمل يا فهمي انا مش هقدر. زي ما ابتدينا سوا. خد اي حاجه لوحدك ان شاء الله ال 5,000 يورو.